من فترة كده كنت بقرأ عن أطول دراسة أمريكية لأمراض القلب والضغط في التاريخ، اسمها فرامنجهام هارت ستادي. الدراسة دي ليها قصة جميلة قوي، فقلت أحكيها لكم عشان تعرفوا قيمة العلم والدراسات العلمية اللي بيتصرف عليها ملايين من موازنة الدولة عشان تفيد العالم كله مش شعبها بس. من سنة 1933 ل 1945 كان بيحكم أمريكا الرئيس فرانكلين روزفلت، ودي فترة من أهم فترات أمريكا خلال الحرب العالمية الثانية. الرئيس ده كان مع مجهود العمل بيشعر في نهاية اليوم بصداع وإجهاد، فالأطباء بتوعه بعد الفحص والتحاليل بيقولوا له أنت فل شمعة منورة يا ريس، بس ضغطك عالي شوية 140 على 100. فالراجل ما يحطش في باله ويكمل شغل، الصداع ما يسيبهوش ومجهوده بيقل سنة بعد سنة. يجي الدكاترة بتوعه يشوفوه زي الفل، لكن ضغطه بقى 180 على 110. فجه الدكتور الفلحوصة بتاعهم ساعتها وقال لهم الرئيس عنده مرض اسمه ارتفاع ضغط الدم. الله أكبر عليك! طيب وعلاجه ايه يا عم الفلحوصة؟ قال لهم ده حاجة طبيعية مع تقدم السن وملوش علاج. اللهم صل على النبي، الرئيس طلع سليم بس هو مجهد شوية. وأثناء اجتماع روزفلت مع تشرشل رئيس وزراء بريطانيا الوقت ده سنة 1940 عشان يتفقوا ازاي يظبطوا هتلر ويوقفوا ألمانيا عند حدودها، تشرشل خد باله ان روزفلت شكله مريض وطلب من التيم الطبي بتاعه يشوف روزفلت ماله. فكان التيم بتاع تشرشل فيهم واد ورور كده قال لهم روزفلت عنده ضغط مرتفع وعمل له ضعف بعضلة القلب، فبالتالي بينهج مع اقل مجهود وجسمه بيورم وضربات قلبه سريعه. طيب والحل ايه يا عم الورور؟ قال لك يقلل الملح في الاكل عشان التورم يخف، وياخد البرشام اللي بيقوي عضلة القلب اللي عليه الحصان ده لانوكسين. قالوا له طيب والضغط اللي وصل 240 على 120 ده نعمل فيه ايه؟ قال لهم لا ده ملوش علاج، ده طبيعي مع تقدم السن. انت متخيل ان رئيس دولة بحجم امريكا عنده ضغط وصل 240 على 120 ومحدش عارف يعالجه في العالم كله؟ مش بس كده، ده مش معتبرينه مرض اساسا، في حين ان لو دخل في العصر الحالي مستشفى صملوط العام وقابله دكتور امتياز حديث التخرج كان هيشخصه صح ويكتب ليه برشامة واحدة تظبط له ضغطه، وكان ممكن ساعتها يعينوه رئيس منظمة الصحة العالمية. المهم فضل روزفلت حالته تسوء يوم بعد يوم، وفي مؤتمر اخير سنة 1945 مع تشرشل شاف الدكتور البريطاني وكتب انه هيموت خلال شهور دون اي حلول للعلاج، وفعلا بعدها بشهرين مات روزفلت عن عمر 63 عام اثر نزيف في المخ نتيجة ارتفاع الضغط ل 300 على 190. طيب هل الامريكان فوتوا الموضوع بالسهل كده؟ لا طبعا، الدنيا اتقلبت، والرئيس اللي جه بعد ترومان طلب من وزارة الصحة عمل أبحاث علمية جبارة بتكلفة $500,000، والكلام ده سنة 1945، عشان يوصلوا لتشخيص وعلاج أمراض القلب والضغط والأوعية الدموية. وبدأت دراسة فرمنجهام للقلب من عام 1948 إلى يومنا هذا، يعني دراسة عدى عليها أكتر من 70 سنة ونتائجها العلمية عملت طفرة غير مسبوقة في تشخيص وعلاج أمراض القلب والضغط السكر وارتفاع الكوليسترول في الدم، وكانت بداية علم جديد اسمه أمراض القلب والأوعية الدموية. استفاد منهم العالم كله وقلت نسبة الوفيات نتيجة أمراض القلب، وارتفع معدل الأعمار في أمريكا وأوروبا ل80 سنة، ومعظمهم بيكون بصحة جيدة لآخر أيام حياتهم بفضل التطور العلمي وابتكار أدوية وطرق علاج حديثة لم يعرفها العالم قبل ما تبدأ دراسة فرمنجهام. شيء عظيم ان موارد الدولة البشرية والمالية تستثمر في اهم شيء وهو تطوير الانسان جسديا وعلميا، بتبني الامم بالرجال الاصحاء الاقوياء المثقفين، مع اهمية الطرق والكباري اللي هيمشوا عليها. طبعا هيجي حد يقول لي واحنا نتعب نفسنا ليه لما ممكن ناخد الدراسات دي على الجاهز ونشوف الناس دي اخترعت ايه ونشتريها منهم بملايين ملايين الدولارات. هقول لك عندك حق، عشان كده لحد دلوقتي احنا جمهور لاعبين الكورة والمغنيين والرقصات، وعمرنا ما بندعى بالعلم والعلماء. دمتم بصحة وخير، كان معكم دكتور ضياء الدين، واشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم.